نرجع أنا وياك قليلا إلى الديرة. أنت طبعا الكل يعرف أنه جنابك من كربلاء. أي نعم، مسقط رأسي كربلاء. نعم، متى صارت انتقالتك إلى بغداد؟ والله أنا كنت من صغير، إحنا انتقلنا لأن بحكم وظيفة والدي نعم الله يرحمه كان ومترجم باللغة الفارسية نعم في الإذاعة والتلفزيون نعم. فبحكم وظيفته إحنا انتقلنا، بس أنا كنت طفولتي أحب أروح دائما ويا، يعني كل عطلة المدرسية أروح الكربلاء أقضيها، العطلة كلها أقضيها هناك. يعني بغداد بعدين يلا تشلبت بيش مثل ما نقول، أو هواها أي يعني طبعا بحكم من كبرت وخليت براسي شغلة الفن والموسيقى. نعم، كان معول علي أنه أجتهد بالمدرسة حتى أخذ شهادة أقدر أكمل. جميل. مريت أنت على تاريخ مهم من تاريخ من تواريخ حياتك، ولكن حابب أرجع شوي. سنة 81 أي كانت ولادة لطيف، صح؟ أي هذه طبعا في وقتها أنا تركت المعهد. نعم. طبعا ذاك زوجي الأول أيضا كان عازف سنطور ومدرس بالمعهد، لكن شوية العائلة محافظة أكثر، ما كان يحبون امرأة يعني بالوسط الفني وتكون، فأني ضحيت بكل هذه الأمور، تزوجت، صار عندي لطيف، وماكو يعني تقريبا سنة ويا ما لطيف ما شايف أبوه بس بالصور، استشهد في حرب العراقية الإيرانية. قعدت سنتين ثلاثة والدي ما قبل أنه أستسلم لهاي الصعوبات، لازم أكمل. جميل هذا الدفع باتجاه قلت له بابا الخروج من راح يقاطعوني، من حالة التأزم، يعني راح يقاطعوني لأن ما يقبلون. صحيح. أنا حتى قلت له، نسيت أقول لك أنه أنا من دخلت الوسط الفني وبديت أشتهر وبعدني ما مشهورة، كنت بالكورس ودخلت نعم الإذاعة، العشيرة قاطعتنا اللي هي بكربلاء، قاطعونا يعني بيت عمتي ولد عمتي الكل ما كانوا راضين يعني، بس أبويا كان تطلعاته غير شكل، ويعني عنده انفتاح وما يحب تقييد، وهو يعني قال هذول أولادي وأني أربيهم وأني أعرف شلون أعطيهم الحرية. جميل. بعدين رجعت اللي هو عام 85. نعم. رجعة كانت قوية جدا، يعني هي قطيعة ويا الأهل، أهل الزوج، وهي شهرة رأساً. نعم. مباشرةً، ومن وراها يعني انطلقت وبديت أشترك بمهرجانات بالعراق، وطلعت إلى تونس، وطلعت إلى مهرجان الأغنية العربية في الأردن، وصارت عندي عدة مشاركات. أنت ما شاء الله يعني حفلاتك حول العالم ويعني في كل مكان. 2013 رجعت لبغداد بعد الهجرة. أنا لا، رحت حقيقة رحت بال2005. نعم. بس هو مهرجان القبنشي بس. نعم. عملوه مو ببغداد، بالسليمانية، بس رغبة في أيضا بعد قطيعة كان في وقتها 9 سنوات أو 10 سنوات، عن كانت فرصة أنه حتى أشوف أهلي هناك. نعم. هذه بس شنو، قدمنا حفلتين يوم ورا يوم على مسرح، في وقت ثاني قدمت مقام المخالف ويعني بعض المقامات، بعدين كان حضور من المسؤولين الفنانين اكثرهم. هذا اللي كان في سليمانية لبغداد. اي بعدين. نعم. بال2013 رحت مهرجان بغداد طبعا، عاصمه الثقافه دعوني، بس مع الاسف ما سووا لي مشاركه، المفروض اني اشارك في هذا المهرجان طبعا، ما سووا بس استضافه، بعدين على اساس يدعونا اني والفرقه من هولندا، فشو مثل نقول قام بتشول بوجه الله على ابو الميزانيه وما ميزانيه وناس تجر طول وناس عرض، رادوا يسووا لي دعوه اخرى، قلت لهم اني ما محتاج استضاف مرته الثانيه، هو بلدي يعني اريد اقص بطاقه واروح. قلت لهم اني اريد اصعد على مسرح بالعراق، يعني انا رحت كل العالم والمهرجانات اشتركت بيها وبلدي، يعني الناس كانت تحتب علي وكانه عبالهم اني ما عاجبني اقدم.